اكتسبت الأزمة في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا زخما دوليا في الفترة الأخيرة، خاصة بعد تدهور الوضع الإنساني. أمر دفع الحكومة للتعهد بإجراء تحقيق محايد والترحيب بأي مشاركة دولية، ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة الخميس لبحث مستجدات الأزمة الإنسانية المتفاقمة في الإقليم الناجمة عن القتال بين الجيش الإثيوبي وجبهة تحرير شعب تيغراي. وستعقد الجلسة بناء على طلب 6 دول منها الولايات المتحدة بريطانيا. فضلا عن ذلك، طالبت تلك الدول بإجراء تحقيق دولي في الفظائع التي أكدت منظمات حقوقية وقوعها في تيغراي. في سياق الأزمة أيضا، دعا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوجاريك أديسا بابا وجبهة تيغراي إلى ضمان وصول العاملين في المجال الإنساني إلى الإقليم لتقديم المساعدة المطلوبة للضحايا والناجين. وبجانب تلك المعطيات، كان هناك تحرك أمريكي منفرد، إذ حض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على وقف العمليات القتالية في الإقليم. المطالب الأمريكية من إثيوبيا تضمنت أيضا سحب القوات التي جاءت من خارج الإقليم، بما في ذلك القوات القادمة من إقليم أمهر الإثيوبي ومن أرتيريا، وإلى وقف فوري للعنف. بحسب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ويشهد إقليم تيغراي معارك منذ نوفمبر الماضي، عندما أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد شن عملية عسكرية ضد جبهة تحرير شعب تيغراي التي كانت تحكم المنطقة، وذلك ردا على ما قال أنها هجمات شنتها الجبهة ضد معسكرات للجيش. ويعلق كثيرون الأمال على جلسة مجلس الأمن لتكون بداية نهاية الأزمة الإنسانية في الإقليم. ينضم إلينا من أديس أبابا الكاتب والباحث السياسي السيد موسى شيخو. أهلا بك سيد موسى معنا على سكاي نيوز عربية. إذن سيد موسى، ما يحدث اليوم هو تطورات خطيرة في تيغراي. مجلس الأمن الأمم المتحدة تقول هناك انتهاكات وقتل وربما تصفية عرقية وعمليات إعدام خارج المحاكمات العادية أو محاكمات يعني المحاكم. ما الذي يحدث حقيقة الآن؟ هل وثقت هذه المسائل؟ نعم، مرحبا بك وبمشاهديك. نعم، هذه الأحداث هي وقائع قد سجلت كما أشرتم. منظمة حقوق الإنسان أو المنظمات الأخرى أيضا أشارت إلى وقوع هذه الفظائع هي، والدولة أيضا تعترف بوقوعها. لكن السؤال، من هو المسؤول عن هذه الوقائع؟ هذا ما تثبته التحقيقات، وخاصة مدينة أكسوم بالذات التي تناولتها منظمة العفو الدولية في 28 نوفمبر و 29 نوفمبر في مدينة أكسوم. طيب. والتي قالت جبهة التحرير تيغراي إنها كانت تسيطر على أكسوم ليلة وقوع هذه الحادثة، فيما تتهم بعض التقارير من المنظمات الدولية الحكومة بها. فلذلك الارتكاب الجرائم موجودة وواقعة. طيب. لكن الجهة الفاعلة، هذا ما تثبته التحقيقات. سيد موسى، إلى أي مدى هذا سيؤذي صورة رئيس الوزراء السيد أبي أحمد؟ سيؤذي الصورة التي كانت متعارف عليها، كان هناك نوع من السلام المجتمعي ذات الحدود الإنسانية المعروفة، هذا كله أصبح صورة من الماضي الآن. إلى أي مدى هذا سيؤذي صورة رئيس الوزراء السيد أبي أحمد؟ صورة رئيس الوزراء أبي أحمد قائمة، وهو ليس شخصا يدير الدولة لوحده، فالدولة إثيوبيا الدولة ذات سيادة ومؤسساتية، والمسؤول عن الجرائم ليس أبي أحمد، فالمسؤول ستثبته التحقيقات. وأبي أحمد فعل ما يخوله له القانون، والحملة في إقليم تيغراي اسمها عملية إنفاذ القانون، والجبهة هي من بدأ بالاعتداء على الجيش. فحتى التقارير الواردة من إقليم تيغراي لا تبرئ الجبهة، فكثير من القرائن والدلائل تشير إلى أنها كذلك أيضا مسؤولة عما يحدث. ففي حالة الحرب كل الأمور ممكنة، فرئيس الوزراء يجتهد بقدر المستطاع. طيب.
لإيقاف العمليات أو لإيقاف ما يحدث. لكن سيد موسى، سماح الدولة الإثيوبية بوصول منظمات إغاثة وكذلك وسائل الإعلام العالمية، ترون هذه الأيام كل وسائل الإعلام العالمية هناك. لا سيد موسى، الموضوع اليوم هناك جلسة لمجلس الأمن ستقام ربما تعطي نتائج وقرارات قوية باتجاه إثيوبيا عن من يتحمل هذه المسألة. ماذا إذا تم تدويل يعني هذه القضية وبالتالي أخذت منحى أممي وقانوني؟ هذا بالتأكيد سيؤثر على صورة رئيس الوزراء وعلى الحكومة الحالية، لكن هل إثيوبيا مستعدة لمثل هذه ربما العقوبات أو القرارات؟ أثيوبيا مستعدة لكل الاحتمالات، فليس هناك ما تخفيه وكل شيء واضح. منذ البداية كانت عملية إنفاذ القانون في إقليم تيغراي لا تستغرق إلا بضعة أيام، فتتذكرون كيف تأخر الجيش الأثيوبي عدة أسابيع أو شهورا للوصول إلى عمق الإقليم حفاظا على أرواح المدنيين وحفاظا على الممتلكات، وحتى لا تحدث هذه الفزائع. فالجبهة جبهة إقليم تيغراي هي من صعدت واعتدت على الجيش، فأثيوبيا مستعدة لكل ما يحدث وكل شيء واضح. نعم. فهي تتعامل مع كل الجهات، الشركاء الدوليين ومنظمات العفو الدولية والإعلاميين أيضا. طيب. فأظن أن جلسة مجلس الأمن حتى وإن اتخذت القرارات فأثيوبيا كل شيء موقفها واضح وثابت، وهي تحمي دستورها وتحمي سيادتها على الإقليم. نعم. وتنفذ القانون. أشكرك جزيلا من أديس أبابا الكاتب والباحث السياسي سيد موسى الشيخ، وشكرا لك.